يكثر الحديث هنا في العراق عن حكومة الطوارئ، التيار الصدري الذي يوصف بأنه ذو تأثير واسع جدا في مفاصل الدولة، هو أول المطالبين بها، مطالبة تدفع بكتل برلمانية وسياسية إلى التشكيك في دوافع التيار وغايته من وراء طرح موضوع حكومة طوارئ. هذا السيناريو هو حقيقة بات واضحا برغبة بعض الكتل السياسية المستفيدة الآن من إدارة الدولة بهذا الشكل المتلكئ. اليوم الملف الحكومي أعلن عن إخفاقه وفشله الواضح في إدارة الوزارات بشكل عام، وبالتالي إعلان حكومة الطوارئ لا يتم إلا تحت ذريعة دستورية معينة. يقول المطالبون بحكومة الطوارئ إن الانفلات الأمني الذي بلغ ذروته بعد اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، وما تبعه من انتشار لفصائل الحشد في المنطقة الخضراء، إضافة إلى إخفاق الحكومة في كشف مصير المتورطين في عمليات الاغتيال، هي من أبرز الأسباب وراء المطالبة بحكومة طوارئ. لا توجد قضية اسمها حكومة الطوارئ، وأعتقد هذا نوع من الخلط في الأوراق. من يتحدث عن تأجيل الانتخابات يريد أن يخلط الأوراق، ولذلك يتحدث عن جهل عن قضية حكومة أو الحاجة إلى حكومة الطوارئ. كثيرون هنا يخشون من طرح تشكيل حكومة الطوارئ، يقولون إنها قد تفرض على العراقيين كحل لا ثاني له في حال الفشل في تنظيم انتخابات برلمانية في موعدها تحت بند الضرورة الأمنية. المواطن العراقي بات عالقا بين الانفلات الأمني وغياب التوافق السياسي، وهو وحده من يدفع ثمن المصالح السياسية بين الأحزاب، يقول مراقبون. ضياء الناصري، العربي، بغداد.